وبناتين اليوم راح اعمل معاكم خلطه عباره عن حريقه. اول حاجه حطيت ملعقه من صوص الفلفل الحار اي نوع عادي، وبرضو ملعقه قرفه او ملعقه عسل، وبعد كذا نحركها كويس وتحطونها على شفايفكم 10 دقائق، وبعدها تغسلون وترطبون شفايفكم. النتيجه حرفيا فظيعه. بارزين اكثر لبرا. فهيدي الخلطه معموله من زيت جوز الهند يلي هو بيرطب الشفاف، ويلي هو بيساعد خلايا الشفاف على انه تنمى وعلى انه تبين اكثر، وكمان معمول من القرفه يلي بتعرفوا انتم كثير منيح انه القرفه بيقدر يساعد الدوره الدمويه ويمشيها بطريقه اسرع، وهيك بيبرز الشفاف بطريقه كثير حلوه وطبيعيه. مشان هيك انا سميتها خلطه الفيلر الطبيعيه. بس